السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ياسين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اليوزر بروفايل لاب. بقى عايزين نبدأ نشوف إيه كل السيناريوهات المتوقع اللي أنا أمر بيها علشان أظبط موضوع اليوزر بروفايل. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن إيه هو اليوزر بروفايل وأنواع اليوزر بروفايل، وشفنا إيه الاعتبارات اللي لازم أخد بالي منها علشان أظبط أداء اليوزر بروفايل وما يأثرش على البرفورمانس بتاع الشبكة. طب خلينا بقى النهاردة نشوف ايه التاسكات اللي معانا. اول حاجة احنا هنشوف لو انا هعمل لوجن بيوزر جديد هيتكريت طبعا لوكال يوزر بروفايل، وانا تعريف المرة اللي فاتت ان البروفايل ده هو تكوين المستخدم وهيتم حفظه على اول جهاز اليوزر بيعمل لوجن عليه. معنى ذلك ان نفس اليوزر لو راح قاعد على الجهاز التاني مش هيلاقي الشغل بتاعه، وده عيب اللوكال. تمام، بعد كده بقى هنحول اللوكال يوزر بروفايل الى رومنج يوزر بروفايل. رومنج معناها ان البروفايل هيحفظ التعديلات ويرفعها على السيرفر، وساعتها لو انا اتنقلت باليوزر على اكتر من جهاز الاقي شغلي زي ما هو، يتعمل له داونلود على الجهاز اللي انا قاعد عليه. وهنشوف ازاي انا ممكن اظبط البرميشنز بتاعت الشير والسكيورتي علشان امكن البروفايل بتاع اليوزر يتخزن على السيرفر، واليوزر يقدر ان هو يعمل ابديت على البروفايل بتاعه والتحديث ده يترفع على السيرفر. هنشوف دي كمان. وهنشوف ازاي اعمل رومنج يوزر بروفايل لاكتر من مستخدم في وقت واحد، بس هيحصل معانا مشكله كسكيورتي وهنلجا للجروب بوليسي علشان يحل لي المشكله دي. هنفهم تفسير المشكله وايه سببها والحل بتاعها ان شاء الله. وهنشوف بقى في اخر حاجه ازاي ممكن اعتمد على الفولدر ريدايركشن عشان اعمل سبليت، اعمل فصل ما بين احد مجلدات البروفايل تتخزن في جنب والبروفايل يتخزن في جنب تاني. تمام، وهنختار على سبيل المثال المجلد اللي اسمه دوكيمنت، بحيث ان هو اقدر ان انا افصل الدوكيمنت عن البروفايل فتبقى ليها الشيرد لوكيشن الخاص بيها والبروفايل له شيرد لوكيشن خاص بيه. طيب تعالوا بقى نبدا واحده واحده، ومن اول كده على اللوكال يوزر بروفايل. لو انا رحت على السيرفر بتاعي، انا عندي مجموعه من اليوزرات اهو، من HR1 ل HR6. تعالوا كده HR1. HR1 لو احنا عارفين بصينا كده على ممبر اوف هتلاقوا ان هو ايه، دومين يوزر ليس له صلاحيه عندي على السيستم. طيب لو انا هروح اعمل لوجن على السيرفر ده باليوزر ده، او مايل له HR01 ادي الباسورد بتاعه، حلو. بصوا كده قال لي بليز ويت فور ذا بروفايل سيرفيس، ده معناها انه اتعمل حالا لوكال يوزر بروفايل لليوزر ده. طيب احنا قلنا المره اللي فاتت هو البروفايل ده بتخزن فين؟ بتخزن على السي. لو انا رحت كده فتحت الماي كمبيوتر ويندوز اكسبلورر عندنا، لو رحت على ذيس بي سي، رحت على السي على اليوزرز، شايفين ده المكان اللي بيتخزن فيه البروفايلز بتاعت المستخدمين اللوكال. طبعا في عندي لللوكال ادمنستريتور، في عندي للدومين ادمنستريتور، في عندي HR01، وفي بروفايل عام اسمه بابليك اي يوزر بياخد من البروفايل ده. فلو فتحت HR1 بصوا البروفايل ايه اللي فيه، الملفات على سطح المكتب، كونتاكت، الكونتاكت بتاعتك، الدوكيمنتس بتاعتك، الداونلودز، الفيفوريتس، السيرش اللي انت بتعمله، الفيديوهات، ده اسمه تكوين المستخدم، اسمه تكوين المستخدم. طيب انا اعرف منين ان البروفايل بتاع ده لوكال؟ لو انا جيت كده فتحت ويندوز اكسبلورر، كليك يمين وقمت قايل له بروبرتيز، وقمنا جايبين ادفانسد سيستم سيتنج. طبعا لازم يسالني على الاكونت الادمنستريتور، محدش هيخش النقطه دي الا ادمنستريتور. فادي الادمنستريتور، بصوا كده معايا لو رحت على الادفانسد، شايفين دي يوزر بروفايل سيتنج، ها كل البروفايلات اللي شغاله الى الان لوكال بما فيهم مين؟ الاتش ار. يبقى انا تاكدت تماما ان الاتش ار البروفايل بتاعه لوكال. طيب لوكال دي معناها ايه بقى؟ اتش ار 01 لو عمل حاجه على الجهاز ده، خزن ملفات على سطح المكتب،
لو راح عمل لوجن على جهاز تاني مش هيلاقي الكلام ده. بصوا كده معايا، لو انا جيت انا عملت مجلدات مثلا، مجلدات خاصة بيه، وقمت مرتبهم بالشكل ده، حلو. لو انا عملت ساين اوت من هنا ورحت على جهاز تاني، ها اتش ار 01، بصوا هيعمل بروفايل جديد مش هلاقي اي حاجه من الشغل بتاعي مطلقا. بص هتلاقي سطح المكتب فاضي تماما. بص شفت ايه اللي حصل؟ قال له فين حاجتي؟ ما انا قلت لك امتى البروفايل بتاعك لوكال هيتكريت على اول جهاز انت عملت لوجن منه، فلو رحت على اي حاجه تانيه مش هتلاقيه، ويبقى انا كده عملت الاوبجيكتيف الاولاني. شفنا اللوكال يوزر بروفايل بيتكريت ازاي وعرفنا مكانه فين. طيب التاسك التاني بقى، عايزين نحول اللوكال الى رومينج، نعملها ازاي؟ بصوا معايا، طبعا هعمل ساين اوت من هنا. ايه رايكم نعمل مجلد لليوزر بتاعنا؟ كليك يمين، نيو فولدر، نسميه مثلا اتش ار 01 بروفايل. طبعا ممكن تعمل المجلد ده في اي مكان على اي بارتيشن، تمام. كليك يمين، روبرتس، شيرين، ادفانسد شير، ها نعمل كل الشغل اللي اتعلمناه بقى ونطبق اللي احنا اتعلمناه. تيجي هنا اتش ار 01، ها ممكن نديله تشينج علشان هو يرمي ملفاته هنا، وقوم رايح على السكيورتي، اديت، اد اتش ار 01، قمت قايل له موديفاي عشان يقدر ان هو يعدل ويحذف زي ما هو عايز. طيب اعمل ايه بقى؟ افتح قائمه ران واعمل 2 باك سلاش، ها اس ار في 1 باك سلاش، ادي الاتش ار بروفايل ده المسار بتاع اليوزر، وبعدين نقوم رايحين على الاكتف دايركتوري، خش على الخصائص بتاعت اليوزر وهات التاب اللي اسمه بروفايل، وتقوم قايله كليك يمين هنا بيست. بس خد بالك بقى في نهايه المسار، ها اعمل باك سلاش، لازم تحط اسم اليوزر اتش ار 01، اتش ار 01، اقوم قايله ابلاي، اقوم قايله اوكي. كده انا عملت المسار بتاع البروفايل لليوزر، وفي انتظار بقى ان اليوزر يروح يعمل لوجن اول مره. طيب خد بالك بقى، انا هروح افتح المجلد بتاعنا ونستنى الملفات تيجي لي هنا. طبعا هي لسه فاضيه، لسه ما اتعملش ابلود من جهازه، فانا هروح على جهازي اللي انا كنت عامل لوجن عليه قبل كده. تعالى بقى اوريك نوع البروفايل دلوقتي. لو انا رحت على كليك يمين روبرتس، ورحت رايح على ادفانس سيستم سيتنج، برضه دخلت بالادمنستريتور، تعالى كده هات البروفايل. الحمد لله، بص كده بقى ايه، رومينج. رومينج معناها ايه بقى؟ معناها ان الراجل ده اول ما يعمل ساين اوت هتلاحظ انه هيتاخر هنا شويه. ليه؟ لانه بيعمل ابلود للداتا بتاعت دلوقتي على السيرفر. روح بص هنا كده، قال له ده حاجته جت اهي، بس بص بقى بيقول لك ايه، يو دونت كارنتلي هاف بيرميشن تو اكسس ذيس فولدر. هقول لك السبب بتاعها ايه، تمام. بس عايزين نخش بقى على جهاز تاني عشان اشوف هل فعلا الداتا بتاعتي هتنزل لي هنا ولا لا. بص الفرق، شفت الداتا جت ازاي؟ يبقى انت كده تاكدت انك حولت البروفايل بتاع اليوزر الى رومينج، مهما يقعد في اي مكان لو طلع من هنا وقعد هنا ياخد الابديت بتاعته. يعني اضرب لك مثال، لو انا جيت هنا ورحت عامل تكستات مثلا، لو انا كنت عامل ساين اوت ورحت راجع على جهازي مره تانية، شوف الابديت بيسمع. انت كده عرفت ازاي تعمل رومينج. بس هنا سؤال بقى، ارجع كده حضرتك على السيرفر. اولا ايه حته الفي 6 دي؟ الفي 6 بتتحط علشان انا بعمل لوجن من سيرفر 2022،
هتلاقي من اول ويندوز 10 او ويندوز 11 وانت طالع هتلاقي فيرجن 6. الاصدارات القديمه من الويندوز هتلاقي الرقم ده اقل، فيرجن 5 فيرجن 4 وهكذا. يبقى حته الفيرجن ده حسب نوع الاوبريتنج سيستم اليوزر هيلوجن من عليه. طيب السؤال بقى المهم دلوقتي، انا دبل كليك، انا ازاي كادمنستريتور مش قادر اشوف البروفايل بتاع اليوزر؟ تمام، ليه بقى؟ تعال اوريها لك من عند اليوزر هناك. انا هفتح 2\src1. مش ده المجلد اللي انا مشير فيه حاجتي؟ مش ده المجلد بتاعي؟ ازاي انا قادر اشوف اللي جواه والادمنستريتور مش قادر؟ تعال بقى اقول لك السبب. كليك يمين، روبرتس سكيورتي. بص، انا المفروض كادمنستريتور موجود على اي مجلد بيتكريت، ولكن بقى في حاله الرومنج يوزر بروفايل بيكون في اعداد سكيورتي. سكيورتي بيقول بقى انا هضمن للمستخدم الرومنج هو الوحيد اللي يشوف الداتا دي، فمعنى ذلك انا كادمنستريتور طرت من عليه فما اقدرش ان انا اشوف الكونتنت بتاعه. هتقولي طيب هو انا كادمنستريتور اتعلمت من الصلاحيات اللي انا اخلي نفسي اونر بالقوه ازاي؟ لما اعمل كليك يمين عليه واعمل بروبرتيز واعمل سكيورتي، شايف حتى البرميشن ما انتش شايفها. طب لو انا عملت بقى ادفانسد ورحت رايح على الاونر، بص كده شايف مين الاونر؟ HR01. تمام، لو انا فكرت اعمل تشينج انا كده هبوظ البروفايل بتاع اليوزر، فمش ده الحل. فالمشكله بتاعت ان البروفايل يقفل عليا وما اشوفهاش ادمنستريتور بتظهر معاك لو انت بتعملها ليوزر واحد او لاكتر من يوزر. تمام، وهي انه بيطير كل الناس ما عدا نفسه، هو بيحط نفسه اونر، وده كسيكيورتي حاجه كويسه جدا، مفيش فيها مشكله خالص. بس انا كراجل ادمنستريتور من حقي اشوف الناس بترم عندي ايه. طب اعمل بقى الكلام ده ازاي؟ ازاي اخلي نفسي كادمنستريتور على اي رومنج يوزر بروفايل؟ اولا الحل اللي احنا هنعمله ليس باثر رجعي. يعني ايه بقى حضرتك؟ يعني البروفايل اللي اتقفل ده اتقفل خلاص. يعني معنى ذلك الحل بتاعنا لازم يتعمل قبل ما اي حد يعمل لوجن، فتخلي بالك من الحته دي. التعديل البوليسي اللي انا هعمله هتعمله قبل ما اي حد يعمل لوجن. طيب تعالى بقى اوريلك ازاي اعمل بروفايل لاكتر من مستخدم في وقت واحد، ونحط معاهم السوليوشن بتاعنا ازاي ان انا كادمنستريتور ابقى نازل على اي رومنج يوزر بروفايل. فانا هضرب بقى التمرين اللي عليه الدور ده، اعمل رومنج يوزر بروفايل لاكتر من مستخدم واستخدم الجروب بوليسي عشان نحل المشكله اللي قابلتنا بتاعت مين؟ السكيورتي. بص معايا، انا بقى خلاص عامل ساين اوت من الراجل ده، مش عايز منه حاجه، ارجع لي بقى خلاص، انسى بقى البروفايل ده. دلوقتي احنا عندنا مجموعه مستخدمين اهو من اتش ار 2 ل اتش ار 6. ايه رايكم ان انا اعمل رومنج يوزر بروفايل للناس دي كلها؟ طيب لو انا حبيت ان انا ادي صلاحيه على اكتر من مستخدم، بدل ما اضيف مستخدم مستخدم معايا وادي له صلاحيه، ما الاحسن انك تعمل ايه؟ جروب. الجروب لسه لها دراسه مفصله عندنا في البوك الثالث، بس انا عايز اسهل عليا تعيين الصلاحيات، فانا هلم المستخدمين بتوعي دول في جروب عشان يوم ما ادي برميشن او صلاحيه اديها على مين؟ اديها على الجروب. يلا كليك يمين، نيو جروب، وسميها مثلا اي اسم براحتك خالص، جي 1. سلكت الناس اللي انت عايزهم يبقوا اعضاء في الجروب دي، كليك يمين، اد تو جروب جي 1، وعمل اوكي سكسسفولي. طب اتاكد منين؟ خش على جي 1 نفسها وقول مين الممبرز بتوعك، اهم ادي الليسته بتاعت اليوزرات. يبقى من هنا ورايح لما اجي احدد صلاحيات وعايز الناس دي كلها، سيبك من اليوزرات الفرديه، عندك الجروب اهي، اعمل ما بدالك وده صلاحيات. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مجلد جديد ونسميه مثلا اتش ار بروفايلز. تمام، ده عايزين بقى ندي صلاحيه للناس دي كلها، بروبرتيز شيرنج ادفانسد شيرنج شيرز اس فول. طيب انا عايز اوريك حاجه بقى، انا ممكن هنا اقوم قايل له جي 1 وبكده يبقى انا ضفت الجروب كلها واديها تشينج كمان. بس عايز اوريك بقى حاجه احلى، ممكن اقوم قايل له هنا اوثنتيكيتد يوزرز. مين اوثنتيكيتد يوزر؟ كل اليوزرات والكمبيوترات اللي في الدومين واديهم كمان فول كنترول.
طب ليه انا بعمل الحركه دي بقى؟ انا عايز اسهل على نفسي. احنا عارفين من قواعد الصلاحيات ان الموست ريستريكتيف هو اللي بيمشي. فانا لو قلت له هنا اوثنتيكيتد يوزر وحطيت كل الناس اللي في الدومين، مش معنى ذلك ان انا فتحت الباب قدام كل الناس، لا، لان انا لسه عندي سلاح مين؟ السكيورتي. يبقى انا عشان اسهل على نفسي ما اضيفش جروب هنا واضيف نفس الجروب هنا، لا، انا هاجي دايما في الشير، يعني اعملها بقى اعتبارا من النهارده، ضيف كل الناس واديهم فول كنترول ما يهمكش. امال هعمل ايه بقى؟ هاجي اقص اجنحتهم من هنا، انا المتحكم وانا كادمنستريتور هو لي اكسس. هو ما له ساعتها بقى مين اللي ليه الحق؟ جي 1 بس، واديهم تشينج واديهم موديفاي. تمام؟ يبقى عايزك تعرف الحته دي، وانت بتظبط الصلاحيات ما عدتش تضيف مره هنا ومره هنا، لا، خلي دايما اوثنتيكيتد يوزرز عندك علشان تشمل كل اليوزرات والكمبيوترات في الدومين، بس انت هتقص الناس في السكيورتي، فما تقلقش خالص، الاقل هو اللي هيمشي. تمام؟ طيب انا كده خلاص ضفت اوثنتيكيتد يوزر وتاكدت ان الجروب بتاع جي 1 كلها واخده موديفاي. يلا ناخد المسار SRV1، ها بروفايل دات اهو، كنترول سي. طيب المره دي بقى انا عندي اكتر من يوزر، كليك يمين، بروبرتيز، بروفايل، انا هعمل بروفايل للناس دي كلها. طب اتصرف ازاي وانا عندي اكتر من مستخدم؟ هتعمل باك سلاش تميله ايه؟ بيرسنت يوزر نيم بيرسنت. ده بيسموه فاريبل، معناها ايه؟ انه هيشيل بيرسنت يوزر نيم بيرسنت ويحط اسم كل يوزر لوحده. تعال بص كده، ابلاي واوكي، اقف على اتش ار ده، بص بروفايل اتش ار 2، انزل على بعد، بص على بروفايل، ها اتش ار 4، وهكذا. يبقى بيرسنت يوزر نيم بيرسنت دي جوكر حلو قوي معاك. سيلكت ان شاء الله سيلكت 200 واحد، ولما تحب تعمل شير مره واحده او تحدد بروفايل مره واحده، ارمي المسار اللي انت عايزه وهو هيغير بعد اخر المسار اسم الكل ايه؟ لكل مستخدم. طيب عايزين بقى نظبط السكيورتي علشان ما تحصلش عندي المشكله بتاعت يتقفل عليا كادمنستريتور. انا بلوجن من اجهزه اللي هي مين؟ اس ار في 2 واس ار في 3. تمام؟ هقول له كليك يمين نيو او يو، واسميها مثلا اتش ار كمبيوترز مثلا. هتخيل انه انا حطيت الكمبيوترات بتوع الاتش ار في اويو الواحد، وممكن اخليها جوه الاويو بتاعت الاتش ار عادي، مش فيها مشكله. انا هسلكت دول، كليك يمين موف، وادي لهم جوه الاويو دي. ليه بقى عملت الحركه دي؟ لان الجروب بوليس اللي انا هعملها بتنطبق على كمبيوتر، وعلشان اطبق جروب بوليس على الكمبيوتر لازم اخليه جوه اويو، لازم اخليه جوه اويو. طيب هنفتح، كليك يمين على ستارت ران، واقول له ايه بقى؟ جروب بوليسي مانجمنت كونس دوت ام اس سي، دي اداه اداره الجروب بوليسي عندي على مستوى الدومين. طيب هنروح على ادي فورست، وادي دومين، وادي اسلام دوت نت. انا يهمني الاو يو اللي اسمها اتش ار كمبيوتر، هنعمل بوليسي سميها مثلا نيو، ونقول له ايديت. انا عايز افعل بوليسي معينه خاصه بالرومينج يوزر بروفايل، اجيبها منين؟ اتفقنا انها كمبيوتر. افتح بوليسز، ادمن تمبلت، سيستم، يوزر بروفايل. بص على اول واحده، جمله واضحه وصريحه تماما. شفت بقول لك ايه؟ اد ذا ادمنستريتورز سكيورتي جروب رومنج يوزر بروفايل، هو ده عايز اقول له، ضيفني انا كادمنستريتور على اي حد رومنج عشان ما عادش يتقفل عليا. يبقى هو ده الحل، هو ده الحل من وجهة نظر السكيورتي علشان ابدأ ان انا اضيف الناس. تمام؟ ابدأ ان انا اضيف نفسي كادمنستريتور على اي رومنج يوزر بروفايل. حلو قوي. مجرد ان انا عملت الحركة دي لازم ارستر بقى مين؟ اس ار في 2 واس ار في 3 علشان يشتغلوا. خلاص؟ فبدل ما ارسترهم هنا من الفي ام وير، ما تيجي اوريك بقى طريقة احلى من باور شيل، بما اننا ناخد ناس خلاص اشتغلنا وخدنا جرعة باور شيل حلوة. هنعمل الكلام ده ازاي؟ لو عايز ارستر اكتر من سيرفر في وقت واحد، موضوع بسيط خالص. هقوم قايل له ها انفو داش كوماند على اس ار في 2 واس ار في 3 داش سكريبت بلوك، ها شوت داون سلاش ار سلاش تي 0. فاكرين بقى طبعا معناه ايه؟ هبعت الامر ده يتنفذ، معناه رستر لي الجهازين دول، تي معناها تايم 0 ناو، وار معناها ريستارت. قوم قايل له انتر.
بص كده هتلاقي ده بيرستر، بص ده بيرستر، حلو قوي. وطبعا ريستارت علشان والجهاز في الستارت اب ياخد الجروب بوليسي، ونبدا بقى نجرب نلوجن باي واحد من بتوع الاتش ار اللي هو من اتش ار 2. تعال ارجع كده على الاكتف، انا عندي هنا مجموعه من اليوزرات اهي من اتش ار 2 لاتش ار 6، تعال نجرب باي واحد فيهم. وعشان نكون متاكدين ان البوليسي بتاعتنا شغاله، تعال نفتح ده ونستقبل الداتا بتاعت اليوزر هنا، اتفقنا؟ يلا اي واحد من دول المفروض دلوقتي انه هيطبق معاه الجروب بوليسي. حلو، تعالوا كده نلوجن نجرب بقى حد تاني وليكن HR02. ها هتلاقي ان في مجلد اتكريت اهو، بس دور كليك عليه، شفت؟ شفت الفرق؟ HR01 ارجع افكرك بيه، ده اتقفل عليه خلاص، انما الباشا ده علشان البوليسي اللي انا عملتها شايف مفتوحه اهو، فمعنى ذلك انه لو عمل ساين اوت من هنا، بص حاجته بقى هنا، شايف؟ هو ده. انا كادمنستريتور ما يبقاش عيوني عمياء، ما بقاش شايف الناس بتحط ايه، لا اقدر اللوجن واخش على هما بيعملوا. فانت كده اتعلمت ازاي تعمل رومنج بروفايل لاكتر من مستخدم، وتحل المشكله بتاعت قفل السكيورتي عليك كادمنستريتور. اخر حاجه بقى، فولدر ريدايركشن بتتعمل ازاي؟ انا لو رحت على البروفايل بتاع اليوزر هلاقي ان الدوكيمنت بتاعته باي ديفولت، لو انا رحت كده مثلا على سبيل المثال على السيرفر عندي، الدوكيمنت اصلا بترمي فين؟ على السي على اليوزر، تمام؟ طيب في البروفايل الرومينج ايه اللي بيحصل؟ لو انا رحت على اليوزر ده عملت لوجن بيه، انا عارف ان البروفايل كله على بعضه بيترمى فين؟ بيترمى على السيرفر، تمام؟ انا بقى عايز الكليك يمين الدوكيمنت اللي كليك يمين بروبرتس عليها، ها شايف؟ هو بيرميها على الجهاز بتاعي ده، بس كل مره واليوزر بيعمل لوج اوت بيعمل ابلود على السيرفر، لا انا عايز احول المسار ده اهو الى يو ان سي باث، الى مسار شير، بحيث كمان الدوكيمنت بتاعته افصلها عن البروفايل. طب اعملها ازاي دي؟ تعالوا كده نعمل مجلد هنا، كليك يمين ونسمي مثلا اتش ار 02 دوكيمنت، وتعالى نديله صلاحيه عليه Advanced Share. ها ممكن نضيف HR02 وليكن Change، ونيجي في Security Edit Add HR02 ونديله Modify، مفيش فيها مشكلة. عايزين ناخد المسار بتاع الدوكيمنت ده SRV1 HR Document Control C، وبعدين اليوزر بتاع HR02 لو انا هطبق بوليسي اطبقها على الويو اللي هو فيها. طبعا ممكن اعمل ماب لاكتر من يوزر، مش فيها مشكله خالص، ممكن الان انقل الدوكيمنت لاكتر من يوزر عادي، ينفع اليوزر ينفع 10. طيب اعمل بوليسي بقى على بتوع الاتش ار ازاي؟ روح على بتوع الاتش ار، كليك يمين بوليسي، سميها مثلا فولدر، كليك يمين اديت، انزل تحت كده عند اليوزر بقى المره دي ويندوز، بص دي شايف كم المجلدات اللي انا ممكن اخلي المسار بتاعها يرمي على السيرفر عندي؟ انا يهمني مين؟ دوكيمنتس، كليك يمين روبرتس عليه او مايل له بيزك، ارمي المسار بتاع الداتا هنا عند اليوزر. طيب قبل ما تعمل ابلاي استنى،
لو انا حطيت المسار ده لليوزر اتش ار 02 اطلع كده على السيتنج، اول اختيار ده معناها ايه؟ جرانت ذا يوزر اكسكلوسيف رايتس، معناها هيضمن اليوزر حصريا هو اللي يشوف الدوكيمنت بس، لا انا كادمنستريتور لازم اشوف انت بتعمل ايه، ويبدا في نقل المحتويات فورا على اللوكيشن الجديد ده، وممكن اطبق التعديلات دي على الاوردر سيستم. طب لو انا اشتلت البوليسي، سيب اليوزر على المكان الجديد ولا رجعه زي ما كان على اللوكال؟ لا سيبه على المكان الجديد. فانا بس ضمنت ان انا شلت دي قبل ما اعمل ابلاي علشان ابدا انا اشوف هو بيحط عندي ايه في الدوكيمنت. طيب اول ما اقول له اوكي تعالى كده اروح عند اليوزر اعمل ساين اوت. واعمل ساين ان. بص قال لك ايه؟ ابلاي فولدر ريدايركشن بوليسي. تعالى اوريك بقى المسار بتاع الدوكيمنت بتاعته كمان. كليك يمين روبرتس. شفت بقى الجمال؟ يبقى انا خدت الدوكيمنت في حته تانيه خالص بعيده عن البروفايل بتاعه. يبقى الدوكيمنت لو حط فيها حاجه ممكن بقى اللي انا ارميها على سيرفر ويبقى البروفايل بتاعه على سيرفر كده، عملت سبليت. فمعنى ذلك ان الراجل ده لو حط اي حاجه هنا ورحت انا على السيرفر هناك، فين الاتش ار دوك بتاعته؟ شايف كل حاجه عملها جت عندي هنا، كل حاجه عملها جت عندي هنا. يبقى انا اتعلمت ايه بقى في الفيديو ده؟ اتعلمت ازاي لوكال بروفايل بيتكريت ليوزر جديد، اتعلمت احول لوكال بروفايل يوزر واحد الى رومينج وقابلتنا المشكله بتاعت السكيورتي، وعالجنا المشكله بتاعتها بالجروب بوليسي مع البروفايل لاكتر من يوزر، ووريتك كمان ازاي تعمل سبليت انك تعمل فولدر ريدايركشن للدوكيمنت بحيث ان هو ممكن يترمى على مسار تاني خلاف المسار اللي رمى فيه اليوزر بروفايل بتاعه. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.